في لبنان تواصلت صباح اليوم الاحتجاجات في العاصمة بيروت وعدد من المناطق على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الغذائية أضعاف ما كانت عليه في الأيام الماضية، وقطع محتجون الطرقات الرئيسة المؤدية إلى العاصمة بيروت في نقاط عدة شمال العاصمة وشرقها وجنوبها قبل أن يعيدوا فتحها. ومع بداية الأسبوع تتجه الأنظار إلى مداولات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بعد ساعات من تعميم أصدره حاكم المصرف المركزي رياض سلامي طلب فيه محال الصيرفة بالالتزام بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذا ما يزيد عن ضعف السعر الرسمي في محاولة لمنع الارتفاع الجنوني في سعر الصرف في الأسواق. يأتي ذلك مع استمرار السجال السياسي حول تحميل حاكم المصرف المركزي مسؤولية انهيار العملة المحلية وما لذلك من انعكاسات على سوق المال. ولمعرفة آخر التطورات ينضم إلينا من بيروت مراسلنا حسين خريس. حسين أهلا وسهلا بك، دعنا في صورة آخر التطورات، إذا الطرقات أعيد فتحها وهل أيضا فضت جميع الاعتصامات؟ هذه الاعتصامات تحصل بشكل مفاجئ في كل المناطق اللبنانية. أود الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات كانت نتيجة طبيعية لما يجري في البلاد على الصعيد الاقتصادي. الدولار أصبح في مهب الريح كما يعبر اللبنانيون، السلع أصبحت أسعارها أكثر مما كانت عليه، في بعض الأحيان تتضاعف إلى 5 مرات وأكثر. هذا الأمر هو الذي أنزل اللبنانيين إلى الشوارع الذين كانوا قد التزموا الحجر المنزلي بسبب انتشار وباء كورونا. ولكن ما إن تراجع هذا الوباء بحسب وزارة الصحة فأن اللبنانيين عادوا للنزول إلى الشوارع في أكثر من منطقة، حتى في المناطق المحسوبة على الثنائي الشيعي الذي كان يعارض النزول إلى الشارع. لكن الأمور متناقضة جدا في الشارع، أي أن بعض الأقطاب السياسية التي تعارض الحكومة الحالية والتي تتحسس رقابها كما يقول المتابعون تود أن تشارك في هذه الانتفاضة كما تسميها أو هذه التحركات من أجل إسقاط حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية الذي تعتبره بأنه مدعوم من حزب الله ومحور حزب الله. هذا الأمر طبعا لا يعجب المعارضين لا يعجب به المعارضون الموجودون في الشارع اللبناني الذين يعارضون كل السلطة اللبنانية. هذه المحاولات تأتي من قبل وليد جملاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إضافة إلى بعض الأقطاب السياسية الأخرى التي تعتبر من قبل هؤلاء المعارضين بأنها متورطة بالفساد منذ إنشاء النظام اللبناني. حسين خريس مراسلنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.